هننقل للشعب ان احنا قابلت فلان وفلاني وفلان سيد. لا يعني رؤيه حضرتك الفتره الناس عايزه تطمئن على انه الوزير الجديد يحمل رؤيه جديده. ايوه بالظبط. يحمل افكار تيسر على الناس امور حياتهم. هيفتح ملف العداله الناجزه ده اللي يهم الناس. تمام. كان في فور ان تتم الدراسات اللازمه لتطوير القضاء تطوير شامل بحيث يصل الحق الى صاحبه بايسر وادنى واقصر الطرق. خدت بال حضرتك؟ سيتم الاعلان عن ذلك. وهذا ليس بوقت، يعني مش هنستغرق في المساله دي لا اشهر ولا سنين، لقد تكون المساله ايام ان شاء الله. شكرا شكرا يا سيدي، اتفضل. خدوا الشوكولاته الاول. يا